الآن الدولة تلخص في شخص قيس سعيد، هذا واقع الحال الآن. وبالتالي اللي هو يقول لا أنا ضد الشخصنة، احنا واقعين في قلب الشخصنة. هات نسمعوه دكتور حول من يعطلون شبكات المياه ويعطلون مصالح المواطنين. ورجعين يلا مع الدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية الأسبق. وقت ما كانش فهم السدود في وقت بلوقات في تونس في آخر السنوات الأربعين، تونس ما عرفتش المشاكل المياه موجودة والشبكات يتم تخريبها، هذا الفضل أنا مقدر الكهرباء في عديد المناطق. وبعد ذلك الأمر مش طبيعي، ولا بد من تحميل أي مسؤول مهما كان المسؤول. الشبكات والمحاضر واللجان الأمر معروف لدى السلطات المعنية بما في ذلك السلطات الأمنية. أول شيء ليس بالأمر المستجد، وثاني شيء بالشكل هذا اللي قاعد يقع في تونس هو داخل في الحملة الانتخابية بتاع اللوبيات اللي داخل الإدارة، وبعد ذلك يحمل رئيس الجمهورية المسؤولين، وهذا هو الهدف. ولا بد من مواجهتهم، ولا بد ايضا لا مش القضية بتاع اشاعات، حتى القضية بتاع الارقام اللي تقدمها الجهات المفروض تكون الجهات العلمية. وشوف المشروع تعمل لعام 71 كم دور عمر مصري في 3 سنوات تبع، واليوم المشاريع ما زالت موجودة. الاربع شهر اللي تعمل له مسألة ما تعمل حد شيء، المشروع بتاع توسيع السد ولا أموال مرصودة، هذا جزء بسيط يعمل، هذا جزء بسيط ولكن المياه موجودة. مرحبا بكم من جديد دكتور. كنت استمع للسيد السعيد يقول لك اللي عطلوا في شبكة المياه هذا جزء من الحملة الانتخابية. لكن 3 سنوات سيد سعيد يطارد بين نفرين في اللوبيات، هل أنتم فعلا أنتم اللوبيات كبيرة وتعطل المشروع نتاعه أما فاشل و... والله أنا مش عارف القصة نتاع اللوبيات، الشبكات واللوبيات هذه 5 سنوات 3 سنوات والشبكات والمتآمرين والمندسين زوز أشياء. يا خلينا نسلموا الحكم هذوما المتآمرين إذا هما بهذه القوة بهذا القوة الجبروت، أو أنه قيس سعيد يعني يعلن عجزه يقول أنا عاجز مش نواجه هذه اللوبيات، وبالتالي معناها يسلم الحكم للشعب ولا نشوفه خيارات أخرى. يعني هو 5 سنوات ويتقاتل مع اللوبيات، يعني اللي احنا السكر والزيت والخبز مقطوع بسبب اللوبيات والمؤامرين والمندسين وشبكات التنكيل بالشعب، الماء والضوء معناها الشبكات المتآمرين، في كل كبيرة وصغيرة إلا الشبكات والمتآمرين. متى القصة هذه؟ يعني قيس سعيد عودنا يجلس على كرسي الحكم ويزيد يحب يجلس على كرسي المعارض، يعني في العوض باش يقدم إجابات المطلوب من الإنسان المسؤول في الموقع الأول للحكم أن يقدم الحلول ويقدم الإجابات للشعب التونسي. قيس سعيد باستمرار يطرح في الأسئلة دون أن يقدم الإجابات، وكل الشماعة هذه متاع المتآمرين والمندسين والشبكات يوين ماشي بهالوضع هذا؟ هي لمتى؟ معناه باش يعدينا 5 سنوات أخرى بالقصة هذه متاع المتآمرين والمندسين والشبكات؟ هذا كله هذه كلها شماعة، لأنه البيلون متاعه معناه الحصيلة متاعه السجل متاعه كله عجز على عجز، فشل تام على جميع المستويات. ولا حجرة قامت في عهده قيس سعيد، حتى بعض المشاريع اللي دشنها هي من مخلفات ما يسمونه بالعشرية السوداء، بحيث الحقبة متاعه هذه كلها عداها صراعات ونزاعات واتهامات وبيع كلام كذب وبلوط. يعني حتى أنتم في فترة حكمكم دكتور كثير ما تعللتم بلوب الإدارة والإدارة العميقة التي تعطل العمل. إيه، ولكن احنا ما علقناش كل شيء على اللوبيات، فما بالتأكيد فما لوبيات فما تعطيلات وكذا، ولكن تحملنا مسؤوليتنا في الحكم. ثم يضاف إلى ذلك احنا هم مكسب حافظنا على حرية التوانسة ووفرنا لهم الخبز، ما خليناهمش يشدوا الصف على الخبز وما خليناهمش يشدوا الصف على الزيت، وما قطعناش عليهم الماء وما قطعناش عليهم الكهرباء. تقول فما نضوب وفما تراجع في منسوب المياه. نعم. تقريبا المخزون لا يزيد عن 25%، وهذا لأسباب كثيرة مناخية أسباب مناخية وبعضها يتعلق ربما بإدارة السدود وكذا وأخلال كثيرة. يجي قيس سعيد يرجعها للمتآمرين.
طيب فثبتونا تو، هل الرواية متاع السونات اللي تقول عندنا تراجع كبير نضوب في مخزون المياه، ولا الرواية متاع قيس سعيد اللي الناس تتأمر تو بالله تتأمر ناس تتحكم في الماء وتتحكم في الضوء، اللي يقصوا في الضوء هذوما المتآمرين؟ أنا باش يبين لك اللي هذا عبث، لأنه القصة هذه ربما يصدقوها بعض السذج اللي هما معناه كما تقول معلقين أمال عمياء على نعم. قيس سعيد كل ما يقول يصدقوه، ولكن الواقع كله يكذب هذا ويقول تخريب شبكات المياه. دي تخريب الشبكات كم نسبتها هذه؟ على افتراض يا سيدي سلمنا تخريب نسبة 5-10-20%، مش الآن مدن وهو القائد الأعلى القوات المسلحة في المطاف قرى معناه ينقطع عليها الماء. إذا كان الشبكات التخريب إلى هذه الدرجة تقطع الماء وتقطع الضوء على التوانسة، معناه ما عادش فما دولة. فيش دولة للسيد هذاك اللي قالوا ما عادش دولة، كلامه صحيح. أنا تقدير هذه كلها مجرد ذريعة، هذا كله بلوط وكذا باش يهرب من تحمل المسؤولية. بدل يقول راه عندنا مشاكل في المياه ويجيب المعطيات للتوانسة يواجههم بالحقيقة معناها بالأرقام وبالمعطيات، أسهل شيء الشماعة نتاع الشبكات والشبكات المتأثرين والمدسين. حصيلته